1, 2, 3. Sadafri. مستر احمد. ثانك يو. اهلا. السلام عليكم. هلا والله، شلونك؟ شو اخبارك؟ استريح تفضل. وياك محمود محمد بوشهري. والنعم والله. اخوي انت فزت ويانا بتذكره دبي القاهره. اقامه 10 ايام طبعا. حلو. زين تفضل. ما اقدر اغيرها لدوله ثانيه مثلا، حطها بمكان دبي مثلا، لبنان، قاهره لبنان. لا، احنا هذا البرنامج اللي ماشيين عليه. هذا البرنامج اللي ماشيين عليه. ها حلو. اوكي مشكور يوه، يعطيك العافيه. لحظه اخوي استريح شوي، لان هذه مسوي لك خصم احنا فيها. شلون خصم؟ لك 20%. صادق. يعني تقريبا تدفع رايح 1500 دينار. صادق. شنو؟ 1500 دينار تدفع. 1500؟ اي. صادق. ما اش اقول لك صراحه. استريح تفضل استريح. 1500 ما ابي انا 1500. انتوا داقين علي قلتوا لي ان ربحان بتذكره، عدل ولا لا؟ انت مو قلت ان ربحان بتذكره؟ صح صح. شلون ادفع 1500؟ خصمنا لك 20%. اوكي. بعدين انت اكدت هذا بنفسك انت بناء على طلبك. يا حبيبي انت قلت لي انا ربحان، دقيتوا علي قلتوا لي انت ربحان من بين 50 مشترك، عدل ولا لا؟ صح صحيح. عدل كلامي؟ صح عدل. زين شلون انا الحين ادفع لك 1500؟ اي طبعا بعد الخصم طبعا، مصلحتك. شلون مصلحتي؟ انت داق علي قايل لي انا ربحان فيها. اي بس انت اكدت بالتليفون انك تبيها خلاص. لا صراحه انا على طلب. لا لا انا كلمتوني قلت لك ان اوكي، قلتوا لي ربحان ومبروك وهذا، عدل كلامي ولا لا؟ عدل عدل. انت كلمتني؟ عدل عدل. اي بس انا ما اقدر استلمها 1500، انا ما اقدر ادفع. لا والله. اي احمد، انا اسمي محمود. صادق. محمود والنعم والله. لا يبا لا. ما اقدر ما اقدر. بس ما يخالف، ملزم انت بالشيء هذا. لا ما اقدر. اصدرنا البطاقه بناء على طلبك. ما اقدر والله. اتفار على 1500. السلام عليكم. السلام. ابو الخير. اهلين محمود. شلونك؟ سعيد والله. ابو الخير كيف حالك؟ شلون طال عمرك؟ الاخ احمد. ابو احمد. اي هلا والله ابو احمد. أيوه. طال عمرك. ما ادري متصلين علي على التذكره اللي فاز فيها. الله يسلمك. ها ويانا ان شاء الله. ما ادري تو كلمني ربع 6-7 تقريبا. من اسمك تذكرتك؟ احمد العنان. اي والنعم. اي من ربعنا؟ الحربي. أوه. يعقوب. يعقوب بعد؟ اي يعقوب. لا والله شعري ان شاء الله. يعطيك العافيه كامله. ها ويا الاهل ويا مبروك. الله يسعدك. زين زين تعال. هلا. دافع انت فلوس عليها؟ لا مجاني هذه. تصير علينا هنا في شيء اخوي؟ لا ما في ما في. قبلك ابراهيم الحربي وحياه الفهد. يلا انت اخذت تذكرتك؟
يبا توه كلمني يقول 1500 فعلي. صادق. ايش حقي 1500؟ اي اخوي شلون هو شو اسمه بلاش انا ما يخالف لان هذا الرجل متزوج وبعدين فنان كبير الله يسلمك وانت لحد الان شوي بالطريق ان شاء الله كاو يعقوب ما مو متزوج يعقوب لا متزوج بالسر صادق معطي ببلاش انا تعطيه 1500 هذا شكله حرام يا هذا ايش معنى احمد عنان ابراهيم الحربي يعقوب كلهم خذوا تذاكرهم ما جاءن تكلم باسلوب حضاري لو سمحت حبيبي الألف 1500 حق شنو هذا اخوي حق الشركه ما لك اختصاصي هن يعني لا خصم بس عندي إيه؟ لا خصم خصم بس. طيب محمود ادفع 1000 وانا اكمل لك الباقي شلون ادفع 1000 صادق الشباب كلهم من عند الاخ احمد نعم صح كلنا تذاكر الحمد لله فري لا صراحه ما ادري انا انت لا تقارن نفسك فيهم هذا لا غير شلون انا غير شنو هذا غير هذا شنو الغير فيني نظام الشركه حبيبي انا يبا ما بتذكره خلاص يبا انا ما بتذكره سامحنا يبا انا جيت وكنسل تذكره انا ما بيها صراحه ما يصير اخوي هذه التذكره باسمك صادق شو اوكي غير ما اقدر احمد ما اقدر لا تسوي معي شيء بكره بالجرايد وفضائح عطى 1000 وانا اكمل لك الباقي خلاص ما قصرت يا احمد ما يصير فيك حبيبي سوي لنا خصم اللي تقدر عليه والله اي خصم من كذي ما اقدر انا احمد 1000 دينار 1500 يقول لي هو قال لنا فري كله قلت قالوا عادك علي قال لي مبروك على التذكره ربحت معنا تذكره وما ادري شنو تعال تفضل اخذ تذكرتك وامشي صح انا جيت اخذ التذكره قلت لي ربحت معنا دبي قاهره دبي مده 10 ايام فندق ريجنسي علي ولا لا جيت اخذ التذكره يقول ادفع لي 1500 تقصيد قصد اي قصد احمد شلون قصد انا اسافر لبنان اي مكان 500 دينار 600 دينار صح صح يقول لي 1500 لا انت الظاهر بتاخذ المبلغ تحطه بمخباتك ايش معنى احمد على الحربي على ما ادري منو ما كل واحد له مميزات خاصه اي مميزات خاصه لا تنرفزني عاد خلينا نتفاهم ما يصير ما على شنو نتفاهم على شنو ما راح ادفع انا ما راح ادفع شلون انا ما راح ادفع محمود لا اخي ملزوم تدفع يا ما راح تدفع ملزوم تدفع ما راح تدفع لان الشيء صادر باسمك وانت لا يبا ما انا دافع انا شلون ما يصير لان ما راح تدفع لان طرق ثانيه احنا نقدر ناخذ طرق شو الطرق الثانيه شلون الطرق الثانيه شلون انت رافض شنو الموضوع بالضبط ليش شنو الطرق الثانيه عيب الاسلوب هذا لا هو اكد بالتليفون انه يبي التذكره وحنا صدرنا موجب هذا وله خصم 20% صادق 1000 دينار ماشي معاك يعني كرامه للشخص اللي وياك هذا ولا انا ساهم 200 دينار صراحه يعني ألف دينار على شنو ادفع 1000 دينار بس انا قلت خلص الموضوع انا 1000 دينار ما راح ادفع انا ما راح ادفع دينار ما راح ادفع لا يا اخي تفهم يبقى دينار ما راح ادفع دينار ما راح ادفع احمدون دينار يا اخي رجاء لا تعلي صوتك احمدون ولها احترامها حبيبي لا تقعد تقاضب علي من الصبح تقول لي فنان وهذول فنانين وهذا ادري شنو شايفني عندك انا شايفني عندك نزلتك من 1500 الى 1000 دينار انت مجبر تاخذ التذكره حبيبي ما بي التذكره احترم نفسك احترم نفسك زين بس يا جماعه رجاء احترم نفسك خليك محترم زين حبيبي لا تقعد تقاضب علي مدير ما مدير انا قاعد اتكلم لا تقعد تقول لي مدير ما مدير رجاء لا تعلي صوتك شوف حبيبي شوف لا تعلي صوتك رجاء شوف ايدك صابر لا تعلي صوتك ايدك لا تعلي صوتك خلاص يا جماعه خلاص لا معقول صوتك هيدك حبيبي خلاص طيب ما ابي التذكره شلون ما راح اخذها طيب. ما راح اخذها محمود. ما راح اخذها لا تاخذ ما راح اخذها ملزم تاخذ ما راح اخذها موجب قانون الشركه ما راح اخذها يا اخر زين وقف يا جماعه خلاص واخر زين يا احمد وخر احنا احمد وخر حبيبي فراش امسكه يا محمود ايش فيك معصب انا منزل لك من 1500 الى 1000 دينار ما ابي تذكره 500 ما ابي لازم انت ملزم تاخذ تذكره ما ابيها تاخذها محمود ما بيها محمود اسمع نصيحه الاخ تاخذها علشان تسافر ويانا وتسافر ويانا انتهى الموضوع تسافر ويانا في برنامج صادو 3 صادو وين الكاميرا وين عطنا المصور شايف اي مكان تلقانا كل زمان دير بالك اي مكان تلقانا كل زمان صادق
نبيك تقول شيء حق البرنامج. والله ما ادري ايش اقول لكم. صادوني سامحوني ابو على كل شيء. صادوه للمرة الثالثة.